السلام عليكم. هنا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو متراجعه من الدرجه الاولى بمجهولين واحد. طب هنا متراجعه درنا المعادله، اشنو هو الفرق بين المتراجعه والمعادله؟ المعادله كيكون عندنا فيها اكس يساوي متراجعه كيكون اكبر ولا اصغر. مثلا الى عندي اكس ناقص 5 يساوي صفر، هذه معادله. ولكن الى حيث يساوي اكبر ولا اكبر او يساوي ولا اصغر قطعا، هنا كتسمى متراجعه. الحلول ديالهم كيكونوا بحال في شي حوايج، ولكن كيختلفوا في حوايج اخرين. مثلا هنا الا بغيت نحل المتراجعه، لدينا اكس ناقص 5 اكبر من او يساوي صفر. دونك كما قلنا في يساوي، غنرد ناقص 5 للجهه الاخرى، غتغير ليها الاشاره، غتقول لي زائد 5. اذا اكس يعني اكس اكبر من او يساوي، هنا كان عندي ناقص غيولي زائد 5. دونك كنكتبو زائد 5 ولا كنديرو غير 5 فقط. اذا حلول المتراجعه هنا عاوتاني كيكون الاشكال، واش في المعادله كيكون عندنا اكس يساوي 5، اكس يساوي 5، واش اكس غيساوي 6؟ لا، اكس غيساوي 7؟ لا، اكس يساوي 5. دونك كنحدد القيمه ديال اكس. هنايا اكس اكبر من 5، الا قلت لك اكس اكبر من 5 كي لا يقول لك اكس كيساوي 6، الجواب ديالو صحيح. كي لا يقول لك اكس كيساوي 7، حتى هذا الجواب ديالو صحيح. كي لا يقول لك اكس يساوي مليون، حتى هذا الجواب ديالو صحيح. علاش؟ حيت كاع الاعداد اللي عطاوني كبر من 5 كيحقوا لي ديك اكس، يعني ان اكس كياخذ بزاف ديال القيم. اش كيعني هذا؟ يعني اشنو هما الحلول ديال اكس؟ اي عدد كبر من 5 او يساوي 5، حتى الا كان كيساوي 5 فهو حل للمتراجعه. يعني شنو غادي نقول؟ جميع الاعداد الحقيقيه الاكبر من او تساوي، حيت عندي هنا تساوي، الاكبر من او تساوي 5 هي حلول هذه المتراجعه. وهنا كيكون الفرق بينها وبين المعادله. وكاين فرق اخر، مثلا هنا قلنا كنزيدو وكنردو ماشي مشكل في الجمع والطرح، ولكن الى رجعنا للخاصيات اللي درنا في الدوره الاولى ديال الترتيب والعمليات، هو ان هذاك فاش كنبغي نحول شي عدد، مثلا هنايا غنحيد اكس ناقص 5 غندير مثلا 5 اكس زائد 1 اكبر من قطعا من الصفر. بحال الى عندي عاوتاني المعادله هنا زائد 1 و 5 خصني نتخلص منهم ونمشيو للجهه الاخرى، ولكن قلنا اش كنسبقو، كنحيدو بعد هذا 1، يعني غتبقى ليا 5 اكس اكبر قطعا، هاد واحد غيمشي للجهه الاخرى غيعطيني ناقص 1. هنا دابا بغيت نتخلص من هاد 5، اشنو عندي هنا؟ عندي الضرب غيمشي لهنا غيعطيني القسمه، ونتشابهو معاه. دونك اكس اكبر من ناقص 1 على 5. دونك حتى لهنايا بحال المعادله بحال المتراجعه، غير هنا اكبر كنخليه اكبر، مازال ما عندنا حتى شي مشكل. هنا عاوتاني عندنا اكس كبر من ناقص 1 على 5، يعني اي عدد كبر من ناقص 1 على 5 هو حل للمتراجعه. اذا ما كنديروش او تساوي، لان ما خصوش يساوي ناقص 1 على 5. الا كان اكس كيساوي ناقص 1 على 5 فهو ليس حل للمتراجعه. ناقص 5 هي حلول، ما نقولوش حل، هي حلول لهذه المتراجعه. ثم غناخذ مثال اخر. المثال الاخر شنو غندير فيه؟ غير هاد 5 اكس غندير فيها ناقص 5 اكس، ناقص 5 اكس زائد 1 اكبر من الصفر. دونك غنخليه، ولا ندير مثلا هنا جوج باش نبدلو داك الصفر، فين غادي يكون الفرق؟ دونك نفس الطريقه غنحيد هاد واحد لهنايا، غتكون عندي ناقص 5 اكس اكبر من جوج، هنا كان عندي هنا زائد 1 غيمشي لهنا غيولي ناقص 1، وجوج راه بقى في البلاصه، دونك كتبقى جوج. ناقص 5 اكس كنحيد بعدا كنبسط، هادي جوج ناقص 1 هي 1. دابا ناقص 5 بغيت نحيدها نردها لهنا، ونتابعو معايا دابا هنا فين غادي يكون الفرق. فاش كتكون عندنا المعادله الضرب كيمشي تما كيعطينا القسمه، والقسمه كتمشي كتعطينا الضرب، دونك ما عندناش مشكل. فهنايا 5 ديناها لهنا الضرب عطانا القسمه، حتى لهنا مازال ما كاين حتى شي مشكل، ولكن هنا ناقص 5 الا بغينا نديوها لهنا، ولا باش نبسطو اكثر باش نحيدو ناقص 5 خصنا نقسمو على ناقص 5 باش نختزلو بها. دونك هاد ناقص 5 هو عدد سالب،
وقلنا في الترتيب ملي كنضربوا في عدد سالب ولا كنقسموا على عدد سالب كيتغير الترتيب، يعني ما كيبقاش العدد هو هو. ملي كيكون عندي مثلا واحد صغر من جوج وضربت على مثلا في ناقص واحد غتكون لي عندي ناقص واحد، هذه غنضربها في ناقص واحد غتكون لي عندي ناقص جوج. شكون اللي كبير، واش ناقص واحد ولا ناقص جوج؟ دونك ناقص واحد اكبر من ناقص جوج، دونك الترتيب يتغير. نفس الشيء هنايا، دونك ملي غنقسم على ناقص خمسة ولا غنبسطو نردو ناقص خمسة لهنايا اكس، غيكون عندي هنا واحد على ناقص خمسة. دونك هنا اتونسيون كيما قلت قبل راه ما غيرناش ليها الاشارة، حيت ماشي زائد حولتو لناقص، هنا الضرب كنشوفو العلاقة ديالها مع اكس، الضرب كيتحول لقسمة، وهاديك ناقص خمسة مغاديش نردها خمسة، كتبقى ناقص خمسة، غير هنا كان عندنا أكبر غيولي أصغر. دونك هنايا قسمنا على عدد موجب ما غيرناش الرمز، ولكن ملي كنقسمو على عدد سالب ولا كنضربو في عدد سالب كيتغير الترتيب. دونك هادو هما، هذا هو الفرق تقريبا اللي كاين. اذا كنت ناقص هذا نقدروا نطلعوا للفوق وكاع عندنا ناقص واحد على خمسة. دونك نتمنى انكم استفدتوا، الى كاين شي تساؤل خليونا كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.